ماشي كرة لوالكوت على الجهة اليمنى، مرور، فرصة، الله، نبي بولدي على رأس والكوت، غاب جيرو وسجل والكوت بالقدم وبالرأس، والكوت يعيد الجنرز، والكوت يعيد الجنرز للتقدم على حساب وسام 2-1، يعود الجنرز بفضل والكوت اللي يسجل عرضية من جانب والكوت، فرصة لجيرو، بولدي يسدد، بودولسكي يسجل هدف الثالث للجنرز، الثالث لبولدي، بولدي يسجل بعد أن دخل غير كل شيء، بعد ما دخل غير حال أرسنال، الألماني بولدي العائد بعد غياب، حط الكرة في المرمى على يسار حارس المرمى بالقدم اليسرى القوية للألماني، هدف جميل على يسار أدريان، أرسنال 3، بولدي كان صنع الثاني وسجل الثالث وأعاد أرسنال، أعاد أرسنال، هدف جميل جدا من جانب بولدي، وبالتالي الآن